باسم لجنة حماية في مقاطعة الشهباء وباسم أهالي قرية أحرس، نحيي الرفاق الأبطال على صمودهم ضد الاحتلال التركي والفصائل المسلحة الطاغية. إن أهالي قرية أحرس نساء ورجالا واقفين بوجه كل من سولت نفسه بالمساس بأمن وطننا وأرضنا. نسير على خطى القائد عبد الله أوجلاني بالكفاح والنضال، ندافع عن وطننا سوريا. نحن جميعا كردن وعربا وتركمان، أخوة متحابين متماسكين، وبذلك قمنا بالتنسيق مع لجنة الحماية في مقاطعة الشهباء بتنظيم أنفسنا مستعدين لندافع عن قريتنا وكل قرى مقاطعة الشهباء ضد أردوغان المحتل وكل الفصائل التي تقاتل بجانبه، طامعين بثروتنا. ونقول لهم خسئتم وسوف تخسرون هذه المعركة التي فرضتموها على عفرين والشهباء بحجة محاربة الإرهاب. أنتم الإرهاب، ومن صنع الإرهاب هو أنتم. أنت يا أردوغان بدأت سيناريو جديدة متقمصا بشخصية أجدادك السفاحين. لن تنال النيل منا أبدا، ما حيينا. عاشت أخوة الشعوب، عاشت قوة سوريا الديمقراطية، الخزي والعار للأعداء الإنسانية.